لا يا الحاج، نحب نشكر الاولاد على لي تادسبري وعلى الروح اللي سورتو كمان بال الماتش، رغم اللي على مرجة اللعبه كنا ميتونلول موجودين وجاو لي زوكازيون نسجلوا، كنا قراب الحقيقه. دوزيام ميتون نجحنا نسجلوا على في اول الشوط الثاني، مالوريزمون شويه اخطاء فرديه اثرت اليوم. مي استمات شوك كما اليوم ليتا ديسبري هي اللي تفرق، واحنا كنا الحقيقه دومينين ماتشوينا. مي اخطاء تصير في الكره اليوم، جارديا نحيلك ضرب جزاء في الشوط الاول وبعد غلطه تصير جارديا صغير مازال عنده مستقبل كبير وما نقصيوش عليه، يصيروا الاغلاط هذو في الكره ونتعلموا منهم. مي جروسو مودو على الماتش كنا نستحقوا اوموا اليوم 3 بوان، فيو لي ريزولتا الاخرين كنا نجم نقدموا اكثر في الـ في الـ في التابلو. مي مالوريزمون على قلت لك على اخطاء فرديه اليوم، كملنا باكس، ان شاء الله نحاولوا نصلحوا ونزيدوا نبنيوا اكثر كما قلنا وحكيت قبل. قلت قاعدين نبنيوا في شخصيه نتاع فريق اليوم ظاهره، قلت لي نلعبوا ضد سواديزون لي كونكيرون ولا اللي في اعلى التابلو، نوريو اللي احنا موجودين وندومينو ماتشوينا كسوا الاكستيريور على دوميسيل. اللي ماتش هذوما يصيروا على دي ديتاي، مالوريزمون اليوم لي ديتاي ما كانوش معنا، ان شاء الله نحاولوا نحسنوا ونصلحوا في قدم الجولات ان شاء الله.